صدى الأجراس في ذاكرة الناس. صدى الأجراس في ذاكرة الناس. بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الإنساني العالمي ترانيم الوجدان في إسماع الزمان، يعود بروفيسور الثقافة والأدب العالمي السفير الدكتور مهند العداري بتقديم برنامجه الجديد. البرنامج الإنساني الثقافي والاجتماعي والتوعوي والإرشادي التوجيهي للأسر كافة والمجتمعات عامة. السفير البروفيسور الدكتور مهند العداري يعالج الناس متطوعا لوجه الله تعالى بالكلمة الطيبة النابعة من القلب إلى قلوب الناس أجمع، وتدخل الكلمة الطيبة قلوب الناس بدون استئذان. صدى الأجراس في ذاكرة الناس على إذاعة وراديو صوت العرب Arab Voice كل يوم اثنين على الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت الجزائر. كونوا في الموعد.